عليكم ورحمة الله الزفلاون، مرحبا بكم في لقاء اليوم 8 سبتمبر 2023، واللي فيه موضوعنا الرئيسي تعرية نظام العصابة وسياستها الاقتصادية لنصح قاعية اقتصاد البلاد، تعرية من طرف امرأة حرة عرفت كيفاش تعريهم بكل لباقة. رسالة موجهة لرئيس الجمهورية وين تفضحوا بشكل يعني قليل من يحصل، لأن اليوم تحطوا أمام مسؤوليته، هذه الرسالة تحطوا أمام مسؤوليته، أما يتخذ إجراءات أما يتعرى ويبان باللي كل شيء خرطه، وانا هذا هو الشيء اللي ندير به، هذا كل شيء خرطه، ما يتخذ لا اجراءات ولا شيء ولا يحزن، المراه تعطي كل شيء بالبيان. بانجو بالتفصيل انه كان عبد يقول لك راهي محرشه راهي كذا راهي كذا، لا هذه المراه من بكري تدابز من بكري تضارب، سمعت؟ وانا ما عندي معها حتى علاقه، وانا ما نحكم من خلال الافعال مش الاقوال، افعال هذه المراه. هذا هو ونشوفوا، وحتى حرشوا هاي خلي حرشوا هاي، المهم قالت الصح، ولا قال حرشوا ما لازمش تقول الصح، ولا نضربونا حضرت كي ما كان والو. شوف صحف بودورو ما كان والو، ما يهضروش عليها، وقناه التلفزيون من المفروض يوم راهي دعوه نايضه في الجزائر، المفروض يمرها من كل بلاطوات، راه عيطوا لها من كل جهه، ارواحي ارواحي كان والو سيصابها طالب. طيب نشوف هذا بالتفصيل من بعد. نتكلموا على المقابلة تاع البارح اللي جرات ما بين المنتخب الوطني ومنتخب تنزانيا، ونحمد ربي انه ربي حققنا امنيتنا. انا شخصيا حقق لي امنيتي، كنت قلتها البارح، نتمني انه تنزانيا تتعادل مع المنتخب الوطني وتتأهل، لانه وراها التأهل هذا كان طاقم فني 100% جزائري، وسيكون الطاقم الثاني في نهائيات كأس إفريقيا جزائري، هذا اللي يعني نكون احنا فرحانين به. وبما أننا نتكلموا على مقابلة تاع كرة القدم اللي جات في ستاد في رابيبيسيتي، دونك نتكلموا على رابيبيسيتي، الإشهار اللي موجود في ستاد، ونشوفوا أن الجزائر حقيقة دولة بوليسية وعسكرية من خلال إشعار يديروا فيه. نعم، ما صرات في حتى دولة في العالم، ما صرات في حتى دولة في العالم أنك تعمل إشعار جدارميور بوليسية في ملعب تلعب فيه مقابلة دولية وداخل منقولة على الهواء لكل دول العالم. كلمة علام بعده بالصور، مش قال كلمة كلام فارغ بالصور. طبعا راح نتكلموا على الحراك وعلى شباب الحراك اللي راهم اليوم، منهم إبراهيم العلامي وبشيري جابر اللي راهم اليوم وراء الخطبان، لأنه قال كلمة حق، وكلمة على عودة الحراك. ونتكلموا كذلك على الواقعة اللي صارت في المياه الحدودية في الحدود البحرية الجزائرية المغربية، وأودت بحياة شابين وواحد في الحبس. فيه كلمة للمحامية الأستاذة سليمة فراجي، تكلم من الناحية القانونية لا أكثر ولا أقل بدون تسييس، شوفوا واش يقول القانون. ونختموا يعني نتكلموا عن المادة 98 من قانون البحار، واش تقول في هذا الموضوع. ونشكر الأخ اللي ولهني ديك النهار في التعليق، قل لي يا أخي هشام أرجوك أقرأ المادة 98 من قانون البحار، نشكره بارك الله فيه. على كل حال الحمد لله الناس يتبعوني ما شاء الله المستويات،
وماشي هذاك الذباب اللي يسب وراح ينالوا من إرادتنا. دونك الذباب يسب ويدخل، بالعكس قد ما يسب الذباب زيدونا يقين أننا نجعو فيهم، نجعو فيهم ويجيبوا في هذاك الذباب هذاك يعطي له زوج دورو ما باقس ما يشري كيلو لحم باش ياكل كيلو لحم، فثابلا باش يشري كيلو ديسير ولا فوالا. كما العادة تحياتي لكل الإخوان اللي راهم يتابعوا فينا، ناصر اسطنبولي، محمد روداني، علي عباس، عبد الرحمن مرسلي، دونك كل الإخوان اللي راهم معنا، أمل تحية لكم جميعا، وإلى حسن بوعنان من دار البيضاء، طبعا عليلو من مليكان، أخونا أحمد، جمال معنيش، كل الإخوان المهم اللي جو مارك، إدريس فوريفر، عمر أو الحاج، شكرا لكم جميعا على تشجيعاتكم، وشكرا لكم على المتابعة وعلى الوفاء. بدون ما نعطلوا ندخلوا في المواضيع ديالنا، نبدأ بالموضوع الأول كرة القدم، ونشوفوا واحد النذل، واحد الرخيص حاب يحتكر الوطنية، شوفوا كاش كاين يتصرف مع عبد العمروش، شوفوا هذا كله بعد الفاصل. الله اكبر، هشام عبد الله، هشام عبد الله، صحابي حار، هشام عبد الله.